شكرا لك. مع 6 شهور قسما بالله ممتعة مرة. ذيك المرة قاعد أكلم ولد عمتي أقول له أنا أي يوم صار فيه إذا ما في مونتاج أو تصوير صار اليوم عندي مرة تعبان. فأنا الحين خلصت الدراسة وبدأت أشتغل مع الوالد، فالحمد لله خلاص 6 شهور قبل ما بالشغل مع الوالد، لأنه كنت ماكل هام صراحة إني أشتغل على الوالد وراح أسحب على اليوتيوب لأني ما أقدر، لأنه قاعد أروح من 4 الصبح لل 4 العصر 12 ساعة شغل أبوي انجاره شيء شقك شيك وما اطيقه صراحه. شغل ابوي ما اطيقه لو ينطوني 200 ريال 250 ريال 2000 ريال 2050 ريال اي 2050 ريال معلش والله 200 الف ريال ما اطيقه. مليونين ريال لا، اذا 200 الف ريال صراحه اطيقه. شباب شكرا على اي شيء صراحه، والله في ناس مره شجعتني. في وقت كنت ناوي اني اترك اليوتيوب، ما عندي شغل ما عندي اي شيء، بس كنت ناوي اترك اليوتيوب، زقت معي وقتها، لكن شكرا لكم. خلينا نرفع اساس ايش برستيج. Ha ha ha!